بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، ونصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، نسعد أيها الأحبة بزيارة الشيخ مصطفى الشنقيطي من موريتانيا في زيارة له إلى هذه المدينة ليفربول، مدينة ليفربول، وقد أسعدنا بوجوده واستفدنا منه، خاصة في الدورة التي يعني قدمها وما زال فيها، دورة الآج الرومية، وسيتحفنا اليوم بإذن الله تعالى، وهي وقفة مع حديث جبريل عليه السلام، الحديث الثاني من الأربعين النووية. فنرحب به ونقول له تفضل مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على مبعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة في ليفربول، السلام عليكم ورحمة الله، من أخيكم من بلاد الشنقيط أحييكم تحية أخ وطالب علم جاء إلى هذه البلاد بزيارة قصيرة، فأحب أن يلتقي بإخوته وأن يشاركهم ما يعيشونه ويستفيد منهم لا أكثر. فلست بصاحب علم جاء يعرض بضاعته، ولا وليس عندي من العلم أكثر مما عندكم، فالله تبارك وتعالى أدرى بحالي وهو يستر حالي، ولكن رغبة في امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. فهذه جائزة عظيمة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لها وأن يكتب لنا الأجر. وعندي عقيدة ويقين أن هذه البلاد الأجر فيها مضاعف والأعمال الصالحة فيها مضاعفة، فأقول لكم أيها الإخوة إنكم هنا تمسكون أو تعضون على دينكم بالنواجذ، فعضوا على دينكم بالنواجذ، فأنتم تعيشون في بلد لستم أهله، ولستم من يصنع قوانينه، ولا من يسن تشريعاته، فعليكم أن تعضوا على دينكم بالنواجذ، فإن أهل هذا الزمان، نحن في آخر الزمان كما سنتبين من خلال هذا الحديث الذي سنتناوله اليوم، أننا في آخر الزمان، وهذا الزمان الذي ذكر في أحاديث كثيرة أنه تكثر فيه الفتن، وخاصة في بلاد غير بلاد الإسلام. فكل ما عمل صالح يفعله الإنسان هنا، وكل تربية وكل تنشئة على هذا الدين في هذه البلاد أجرها مضاعف أكثر من أجر من ولد في أرض إسلامية وفي بيئة إسلامية، فهو يصبح مسلما بالفطرة وبالعادة. أما هنا فإن الأمر مختلف. هذا في البداية. ممكن أن تترجم How am I supposed to remember all of this, mashallah? The Sheikh started by introducing himself as a student of knowledge, a person who came here not to show any of his knowledge product. He said he's here just to remind one another with the information that everyone has already know, and that is because of his humbleness, sahallah khair. And he said that you live in this country, a country where and it's full of challenges for the Muslim to either live or bring his children. And he said that the reward of those who struggle to hold into their deen tightly and closely, their reward will be doubled in accordance with those who are born in the Muslim country or lives in a Muslim land. And he's saying that is because you are here adhering to the commandment of Allah Azza wa Jal and sticking to the sunnah of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, especially during a time where we are living
toward the end of times, in which we see some of the signs of the Day of Judgment have taken place. And he said, from the hadith that we are going to discuss today, inshallah, we will come to know some of the signs that we are living in at the moment and seeing and recognizing. And the hadith will clarify some of these signs, inshallah. Jazahullah khair. الحديث الذي سنتناوله اليوم هو الحديث الثاني من الأربعين النووية، وهو من جوامع الكلم، هو حديث جبريل عليه السلام بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه منا أحد ولا يرى عليه أثر السفر، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: أخبرني عن الإحسان. قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. هذا الحديث من جوامع الكلم، هو من أعظم الأحاديث، لأنه جمع الدين كله في حديث واحد، وجمع أركانه وفصل فيه تفصيلا. فجبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هيئة بشر، وهو من أعظم الملائكة عند الله سبحانه وتعالى، فتمثل للنبي صلى الله عليه وسلم كهيئة رجل، لكي لا ينفر منه النبي صلى الله عليه وسلم، أو لكي يثبت قلبه، لأنه لا يفزع من الملائكة. الملائكة ليسوا كالبشر، عندهم النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه جبريل بالوحي فزع فزعا شديدا، جاء إلى خديجة فقال: زملوني زملوني، من شدة فزعه صلى الله عليه وسلم. فالملائكة هم جنس مختلف تماما عن جنس البشر. فجاء في هيئة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، كأنه مرتاح ولم يكن على لا يرى عليه أثر السفر، لكي يكون ذلك أطيب للنفوس، لكي تتلقى منه هذه الأسئلة. ثم جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم جلسة قريبة كما كان يفعل الناس في ذلك الزمان، إذا أردت أن تأخذ حاجة من أحد فتجلس قريبا منه ولا تناديه من بعيد، لأن النداء من بعيد ليس محببا ولا يدل على احترام المنادى ولا على المدعو، لأنه من خطاب أهل النار والعياذ بالله، أولئك ينادون من مكان بعيد. فهو جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم من مكان قريب ووضع ركبتيه على ركبتيه وكفيه على فخذيه، فهذا يدل على عظم الهيئة التي جاء بها، ويدل على عظم المسؤول أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين، وهو آخر عهده بالوحي، عهد السماء بالأرض، فهذا يدل على التعظيم، لأن هذه الجلسة سيؤخذ فيها الدين كله في جلسة واحدة، ولذلك كانت هذه الهيئة هيئة عظيمة. He started by mentioning the hadith of Jibreel alayhi salam when Prophet Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu narrated this hadith. He said, we were one day sitting with the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, upon us there appeared a man who came to us, a man dressed in extremely white clothes and very dark black hair, no traces of any genuine
were visible in him. I mean, there is no sign of him that being a traveler, and none of us knew him. No one have seen this man ever before. He sat down close to the Prophet sallallahu alaihi wasallam and rested his knees against the knees, against the thigh of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And then he said, "Oh Muhammad, akhbirni an al-Islam. Tell me about Islam." And the Messenger sallallahu alaihi wasallam, he said, "Islam is that you should testify that there is no deity except Allah subhanahu wa ta'ala, and that Muhammad is his final messenger, and that you should perform salah, and that you should give zakah, and that you should fast during the month of Ramadan, and that you should perform hajj to the house of Allah subhanahu wa ta'ala if you are able to do so." Then the man said, "You have spoken the truth." So Umar al-Khattab radiallahu ta'ala, he said, "We were astonished at his questioning him." The Prophet sallallahu alaihi wasallam, he's questioning the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and at the same time he's telling him that you are right, that you are speaking the truth. And but he went on to say, and then inform me an al-iman, akhbirni an al-iman, inform me about the iman. Then the Messenger sallallahu alaihi wasallam answered, "Al-iman wa tu'mina billah, is that you believe in Allah, his angels, his books, his messengers, and in the last day of judgment, and in the qadr, fate, both in its good form or in its evil aspects." And then the man, he said, "You have spoken the truth." And then the man said, "Inform me about the ihsan, tell me about the ihsan." The Messenger sallallahu alaihi wasallam said, "Ta'budu Allah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak." It is that you should save Allah as though you could see him, for though you cannot see him yet, then he sees you. He said, "Inform me about the hour. Tell me about the hour." The Messenger sallallahu alaihi wasallam said, "About that, the one questioned knows no more than the questioner." Then he said, "Well, inform me about the signs thereof." He said sallallahu alaihi wasallam, "They are that the slave girl will give birth to her mistress, and that you will see the barefooted, naked, destitute, the headsmen of the sheep competing with each other in rising lofty building." Thereupon the man went off. I mean, he left the gathering. I waited a while, Umar ibn Khattab saying, I waited a while, and then he sallallahu alayhi wa sallam said, "Oh Umar, do you know who that the questioner was?" He said, "I replied, Allah and his messenger knows better." He said, that was Jibreel, came to you. He came to teach you your religion." So the Sheikh said that this hadith is one of the most comprehensive hadith, which combines of many information, particularly some that of the unseen. And that's the start of this hadith, is this man who came to the Prophet sallallahu alaihi wasallam appeared to be in a form of a human being, who looked stranger to everyone in the gathering around the Prophet sallallahu alaihi wasallam, but yet there was no sign of him as being a traveler. He was well presented and well cleaned and also well mannered. And then he sat next to the opposite the Prophet sallallahu alaihi wasallam, which is an indication of respect, an indication of trying to show some humility to the person who is standing on the front of you. And then he begins to ask the Prophet sallallahu alaihi wasallam few the questions that we have mentioned. Jazakallahu khair. Jazakallahu khair. هذا الحديث يؤخذ منه الكثير من الفوائد, ومن الفوائد التي تؤخذ منه هو خلق النبي صلى الله عليه وسلم في جلوسه مع أصحابه. And this hadith has many benefits, and one of the best benefits of this hadith that we can extract and elucidate from is that how the relationship was between the Prophet and his companions. فهو يكون بين أصحابه فلا تعرفه بينهم. And when he is sitting among his companions, you would not recognize him or single him out from his companions. وليس لديه حجاب ولا حراس. And he had no bodyguards and no security. فتأتيه الأمة فتذهب به إلى السوق فيقضي لها حاجتها. هي a servant or a woman, an older woman will come to him asking the Prophet صلى الله عليه وسلم, and she will take him away from the companions
asking him anything that she she's troubling with. وهو في البداية كان الصحابة رضي الله عنهم يحرسونه، ولكن عندما نزل قول الله تعالى والله يعصمك من الناس قال اذهبوا. At the early stages, the companions رضي الله تعالى عنهم, they used to safeguard the Prophet صلى الله عليه وسلم and appoint some of them to be as a security guard for the Prophet صلى الله عليه وسلم until Allah سبحانه وتعالى revealed the ayah that Allah سبحانه وتعالى will prevent you from humans. And then he told the companions to stop securing him. فهذا الخلق خلق عظيم ينبغي علينا أن نتمثله في حياتنا وأن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع البشر، فهو لا يكون بينهم إلا كالواحد منهم. وهو في هذا الوقت كان يقود أعظم أمة هزمت كفار قريش وهزمت الفرس وهزمت ستهزم فيما بعد الفرس والروم، وهو يجلس بين أصحابه كالواحد منهم. He said this is one of the best traits that we should imitate the Prophet صلى الله عليه وسلم in every way of his life. A man who cannot be differentiated among his companions, who had the responsibility to lead this ummah, and he overcome the war with the Quraishi people who were more powerful than the Prophet and the companions. But he was a man sallallahu alaihi wasallam that when he's with his companions that you will not tell the difference between him and the surrounding his companions. And he said this is a very positive and best traits in the Prophet that we should imitate him for. وقد خيره الله سبحانه وتعالى بين أن يكون نبيا ملكا وأن يكون ملكا نبيا عبدا، فاختار أن يكون نبيا عبدا. فكان صلى الله عليه وسلم يقول أنا أجلس كما يجلس العبد وأكل كما يأكل العبد. He said that Allah subhanahu wa ta'ala has given the Prophet sallallahu alaihi wasallam the choice either to be a prophet and an angel, a prophet and a king, or just to be a prophet and a normal human being. And he sallallahu alaihi wasallam chose to be a human being prophet, and he ceased to say about himself, I sit how the servants usually sit and I would eat how a servant would eat. هذا الحديث من أعظم الأحاديث لأنه بيّن بالتفصيل أن هذا الدين ليس على مستوى واحد، فهو مستويات. فهناك المستوى الأول وهو مستوى الإسلام، أن تدخل في دائرة الإسلام. المستوى الثاني هو مستوى الإيمان، أن تكون من المؤمنين. والمستوى الثالث هو مستوى الإحسان، وهي درجة خاصة رفيعة لا يصل إليها إلا الأشخاص الذين اجتباهم الله تعالى لذلك. He said this hadith is one of the most profound hadith because this hadith it speaks about the grades and the degrees are there in our religion, which is the first grade of being a Muslim, and the second highest grade, which is being a mu'min, which is iman, and the third grade, which is perfection, which is ihsan. And everyone varies, and not everyone in the same grades, and many people varies, and some in the first grade, some in the second grade, and some in the third grade. نعم، فأنا أشبه هذه المستويات الثلاثة ولله المثل الأعلى بالشخص الذي يدخل إلى دولة معينة مثلا بريطانيا، فهناك شخص عنده تأشيرة فقط للدخول ولكن ليس لديه حقوق في الدولة، وشخص عنده إقامة ويجد بعض الحقوق ولكن أيضا هناك بعض الحقوق لا يصل إليها، والشخص الثالث هو الشخص الذي لديه الجنسية فهذا يتمتع بجميع الحقوق. He said that he's using as an example to collaborate or to bring the meaning closer is the example that he usually uses is that if someone, for example, enter this country, you've got those people who comes, for instance, either illegally in legal form and then they would have no rights in this country. And you have those who come to this country and they have the indefinite to remain, in which they will have some form of rights, but not the full rights. And you have those who are full citizenship. They have the full citizenship and they will have the ability to
or they will be eligible for all the rights that exist in the system. نعم فمستوى الأول الذي هو مستوى الإسلام أن تكون مسلما فهو أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا فأنت في هذه الحالة تصبح من المسلمين فيصبح دمك معصوما لقوله النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإن فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم وأعراضهم إلا بحقها وحسابهم على الله فالمسلم هو الذي المعصوم الدم هو الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهذا أصبح من المسلمين وفي القرآن أخذ الله تبارك وتعالى على بعض المنافقين أنهم يدعون الإيمان وهم ليسوا مؤمنين فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه لا تقول بل قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم إذن هذه المرحلة الأولى هي مرحلة الإسلام يصبح الإنسان داخلا في هذا الدين بصفة عامة فهو يقوم بالأعمال ويشهد أن لا إله إلا الله فيصبح معصوم الدم كعامة المسلمين نعم. He said the first stage is the stage of Islam where a person have to believe in Allah Azza wa Jal and then pray five times a day and then fast during the month of Ramadan and give zakah and perform the Hajj. He said these people are those whom their blood and their life become sacred in religion, in Islam. And their life should be preserved and should be honored. And these people who are in the first grades of being a Muslim, and Allah has mentioned the opposite who are the hypocrites, whom they claim to be a mu'min, whereas Islam has not entered into their hearts. So the first stage is a Muslim who believe in Allah Azza wa Jal and believe in the five pillars of Islam, but yet the iman has not entered his heart in which he will move into the second stage. فهذا المستوى الأول هو مستوى الأعمال الظاهرة والتعبدات الظاهرة. المستوى الثاني هو المستوى القلبي الداخلي وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فإذا الإيمان بصفة عامة والإسلام ينقسم إلى قسمين إلى أعمال ظاهرة وإلى اعتقاد جازم بالقلب وباليقين الإيماني. So yeah, he's saying that the first stage, which is Islam, it involves of the physical actions. And there are two types. There is a physical actions and there is an internal actions. The physical actions, the actions that have been done through Islam in the first stage, which is the belief in Allah is physical, to give sadaqah is zakah is physical, to fast is physical. And then the second stage, which is the actions of the heart, which is iman, and it only involves the heart. نعم ما الإيمان فهو أن تؤمن بالله تبارك وتعالى إيمانا جازما بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقك وهو الذي رزقك وهو الذي أمرك بالعبادة وهو الذي أنزل هذا القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم فقال فيه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فأنت مخاطب بأن تؤمن وأن تعتقد اعتقادا جازما بأن الله سبحانه وتعالى واحد لا شريك له وأنه هو الخالق وهو الرازق وهو الغفور الرحيم فتؤمن بالله تبارك وتعالى وبأسمائه وبصفاته فهذا شرط لا بد منه وهو المستوى الأول من الإيمان. And the iman is to firmly believe that Allah subhanahu wa ta'ala is the Lord and He's the sustainer and He's the creator. To believe in Him, to believe in His asma, His attributes, صفات and His names, His asma and صفات of Allah subhanahu wa ta'ala. And this is a very important part of worship in the deen, where you are firmly believing that Allah subhanahu wa ta'ala is the sustainer of everything and the provider for everything that exists in the universe. والله هي اسم الجلالة المعظم وبما أنني كنت أقدم اليوم درسا في النحو
فأريد أن أذكر هنا أن سيبويه رحمه الله عندما توفي رآه أحد الصالحين في المنام فقال يا سيبويه ماذا صنع الله بك؟ فقال لقد رحمني الله وظفر لي لأنني عندما وصلت في تعريف اسم الجلالة في كتابه الكتاب لسيبويه بعض النحاة بدأ يتفلسف ويقول الله هي مشتقة من لاهت الشمس أي غربت، وبعضهم يقول مشتقة من كذا. فسيبويه لما وصل إلى اسم الجلالة قال الله هو أعظم المعارف لا يحتاج إلى تعريف. He said Allah subhanahu wa ta'ala, the name Allah is a significant name. And he said as he was doing the dawrah in the Al-Ajurrumiyya, he said that a story of Sibawayh, that one of the righteous people saw Sibawayh in his dream. And he asked him, what did Allah subhanahu wa ta'ala do to you? And he said, because the people of Nahu have defined the name of Allah Azza wa Jal in many ways, different ways. They gave some derivative names that Allah subhanahu wa ta'ala has been extracted name, has been extracted from. And then he said, except Sibawayh, where when he identified or explained the name of Allah Azza wa Jal, he said it is a significant name of Allah Azza wa Jal that has unlike to it. And because of that, Allah subhanahu wa ta'ala rewarded him immensely. فالإيمان بالله تبارك وتعالى يقتضي يقينا جازما بأن الله هو الرزاق وهو الخالق وهو الذي قدر كل شيء، ثم بعد ذلك تؤمن بالملائكة، فالملائكة هم خلق من خلق الله سبحانه وتعالى، خلقهم لعبادته وطهرهم واصطفاهم على جميع خلقه. He said to believe in Allah Azza wa Jal is to firmly believe in your heart that Allah subhanahu wa ta'ala is capable of doing everything and anything. And the second is to believe in the angels who are a creation of who are part of the creation of Allah Azza wa Jal. والملائكة أنواع ليسوا على نوع واحد. And the angels are in degrees and they are not of one nature. فبعضهم مكلف بالوحي مثل جبريل عليه السلام. Some of them have the responsibility of delivering the wahi, such as جبريل عليه السلام. وكل واحد منا عليه حوالي 15 من الملائكة يكتبون أعماله بالليل والنهار. And every one of us have around 15 different angels who would document and write everything that we do day and night. وبعض الملائكة سيارون في الأرض يذهبون يسيرون في الأرض. And some angels are traveling around earth. كمثل الحديث الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا خرج من قرية إلى قرية أخرى يزور أخا له في الإسلام، فاعترضه الملائكة فقالوا لماذا تزوره؟ ألك حاجة عنده؟ قال لا والله إنما أحبه فقط في الله. فبعث الله إليه الملائكة فقالوا له إن الله يحبك كما أحببت أخاك. He said, and the angels that are scattered around the world, an evident to that is where the Prophet sallallahu alaihi wasallam have said a man who left an area community and went into a different community to visit a friend of his. And Allah subhanahu wa ta'ala sent a group of angels who found him on the way and asked him, where are you going? He said, I am going to visit a friend of mine, so and so. And then he said, the angels asked him, they said, is there anything, is there any need that you need of that person? He said, no. They said, what is the purpose of your visit? He said, I'm visiting him because I love him for the sake of Allah Azza wa Jal. Then Allah sent an angel to tell that person that Allah loves you as you have loved that person for my sake. ومنهم نوع من الملائكة يحضرون مجالس الذكر مثل هذا المجلس، فعندما يستمعون إلى مجالس الذكر فيحفونها فتنزل عليها السكينة والرحمة. And a group of angels who comes or attends the dhikr, such as this gathering, and they are there around us, surrounding us, bringing peace and tranquility to the people who are in the masjid listening to the dars. فكل هؤلاء الملائكة يجب الإيمان بهم واعتقادهم اعتقادا جازما أنهم عباد الله سبحانه وتعالى، واصطفاهم لعبادته ولم يكلفهم بالتكاليف ولم يبتلهم بالشهوات.
hearing all these types of angels that we are now obliged to believe in every one of these angels that Allah subhanahu wa ta'ala has have created. And we also believe that Allah subhanahu wa ta'ala create these angels free from any desire, like human, unlike human being. نعم. فالملائكة هم عباد الله سبحانه وتعالى ولا يصح إيمان أحد إلا إذا كان مؤمنا بوجودهم. So the angels are a creation of Allah عز وجل, and it is part of our belief to believe in them, and our belief cannot be completed unless or until we believe in the angels. وكتبه, أي أن تؤمن بالكتب التي أنزل الله سبحانه وتعالى على رسله مثل التوراة والإنجيل التي أنزلت من قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم, فهذه كلها كتب منزلة من عند الله. And as for the books, we believe, we must believe in the books that Allah subhanahu wa ta'ala have revealed to his servants, such as the book of the Torah and the Bible, the gospel that Allah subhanahu wa ta'ala have granted or revealed to Prophet Musa and Prophet Isa before the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. وهذه الكتب كلها كانت تبشر ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم, وأنه سيأتي في آخر الزمان نبي أمي اسمه أحمد, كما قال عيسى عليه السلام, مبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. And all these books have had the glad tidings, given a bishara, glad tidings of the Prophet صلى الله عليه وسلم, or the coming of the Prophet صلى الله عليه وسلم. As Prophet عيسى عليه السلام have mentioned that Allah subhanahu wa ta'ala will send Prophet Ahmad, which is this is his name in the other scriptures, and also in the Quran, that Allah will bring the Prophet Ahmad to be a glad tiding for mankind. ولكن بعض أصحاب هذه الكتب جحدوا بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وكتموها عن أتباعهم جحدانا منهم وعنادا منهم. However, some of the followers of these scriptures, they chose to deny the existence of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and also they denied following him and believing in him after he was sent sallallahu alaihi wasallam due to stubbornness. فنحن المسلمون نتميز عن غيرنا من الديانات السماوية أننا نؤمن بجميع الرسل وبالكتب التي منزلة من عند الله, ولكن بعضهم لا يؤمن ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. أما نحن فمن عقيدتنا أن نؤمن ببعثة عيسى عليه السلام وبموسى عليه السلام وبالأنبياء الله ورسله, ولكن نبينا صلى الله عليه وسلم هو النبي الخاتم. We Muslims, we differ from the other nations who came before us. We affirm and believe in every prophet and messenger that came to humanity, and we do not negate or reject any of these prophets or messengers, unlike the other nation who came before us, who rejected the prophethood of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ثم الإيمان باليوم الآخر هو واجب وركن من أركان العقيدة ومن أركان الإيمان, أن تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى جعل يوما يحاسب فيه الخلائق فيجازي المحسن على إحسانه ويجازي المسيء على إساءته, فهذا هو يوم القيامة وهو اليوم الآخر. فنحن يجب علينا أن نؤمن باليوم الآخر إيمانا جازما. And also we must firmly believe in the day of judgment. It's the last day in which Allah subhanahu wa ta'ala will resurrect every one of us, and he will reward the good doer for all the good deeds they have done, and then he will hold accountable for every person who have disobeyed Allah subhanahu wa ta'ala. So it is part of our belief in iman to believe in the day of judgment and the day of reckoning will take place. وإيماننا باليوم الآخر يقتضي منا أن نعمل لهذا اليوم, فالعمل عملنا ينبغي أن يكون منصبا على هذا اليوم, فنحن نعلم يقينا أننا سنقبل على الله تبارك وتعالى, وأنه سيبعث الأولين والآخرين ويحشرهم في ساحة المحشر, ثم يذهب بهم إلى الجنة أو إلى النار, وأنهم سيمرون على الصراط. هذا يجب أن نؤمن به إيمانا جازما, ثم مع ذلك يجب أن نعمل لهذا اليوم. فنحن في هذه الحياة الدنيا في مهلة, ليس لأن نتمتع بالشهوات ولا أن نتنافس في جمع الأموال, فإنما علينا أن نعمل ليوم الجزاء.
and to believe in the day of judgment is to prepare ourselves for the day that will come and to live in accordance to how Allah subhanahu wa ta'ala destined for us to live and to follow the commandment of Allah subhanahu wa ta'ala and not to follow the purpose or the desire of ourselves in which we are only here to accumulate dunya and to live for the purpose of dunya. So to believe in the day of judgments, to prepare ourselves for that day that will come. وهو يوم عظيم يوم القيامة يوم عظيم ذكر الله سبحانه وتعالى أهواله وذكر شدته وشدة الحر فيه فالناس في ذلك اليوم يبلغ العرق منهم قدر ميل يبلغ العرق منهم يمشي منهم في الأرض قدر ميل فمنهم من يلجمه العرق إلجاما ومنهم من يبلغ إلى ركبتيه ومنهم من يصل إلى حقويه من شدة الحر من شدة قرب الشمس من البشر في ذلك اليوم. The day of judgment is a very significant day, a day in which everybody will be drowning in their sweat. And this will be in accordance with their iman, in accordance with their a'mal. Some people, the sweat will be after them, and some people, their sweat will cover them totally. So it is a day that we must prepare for very well. فالناس في هذا اليوم يذهبون إلى الأنبياء يطلبون شفاعتهم. فكلما جاءوا إلى نبي يقول اذهبوا إلى النبي الذي بعدي فمثلا يرفضون الشفاعة لهم ويعتذرون كلهم يقول نفسي نفسي الأنبياء في ذلك اليوم كلهم يقول نفسي نفسي. On that day humanity on the day of judgment will try to go and speak to every prophet and messengers to intercede for them on the day of judgment before Allah subhanahu wa ta'ala. However, the response and the reply of every prophet is that they will say, myself, myself. That everyone will be worrying about themselves. حتى يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيسألونه الشفاعة فيقول أنا لها. Until they reach the Prophet صلى الله عليه وسلم in which they will ask him to intercede for them on the day of judgment for Allah to commence the punishment, then the Prophet صلى الله عليه وسلم will say, indeed, I will do it, indeed, I will do it. فيخر ساجدا تحت العرش فيقول له الله سبحانه وتعالى يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع واسأل تعطى. And then he صلى الله عليه وسلم will prostrate under the arsh of Allah عز وجل. Then Allah سبحانه وتعالى will say يا محمد أو محمد ask you will be answered and then intercede the intercession will be given to you and Allah سبحانه وتعالى will answer the intercession of the Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم. فيشفع للناس فيذهبون إلى الفصل في الخصام. Then he will intercede for the human being and then they will go toward the start of being questioned before their destination to be decided by Allah Azza wa Jal. وعندها سيجد كل إنسان كتابه لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. Then everybody will come to see their account, their book, a book that does not leave a small sin, a minor or major action without being declared and showed before them. And Allah subhanahu wa ta'ala is not unjust to any human being. فمنهم من يأخذ كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لموت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فظلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. The people on that day will be of two categories. The first category is those who will receive their book with the right hands in which they will be very, very glorious. And they will tell with happiness, with satisfaction, everyone, look, I have received my book with my right hand. Come and read everything that I have done in this world. And the second group whom they will receive their book with their left hand. And they are the one who will have the punishment and the regret on that day in which they would say, they would wish if they have not received their book with their left hand.
But then there will be a great torment awaiting them because of what they have committed in this world. And part of it is they never used to believe in Allah Azza wa Jal, and they've never believed in the day of judgment. And go back to the Shaykh where he said, belief on the day of judgment is preparing yourself for it. فالعمل لذلك اليوم يبدأ من الآن من الحياة الدنيا. To prepare yourself for that day, it starts from here, from this world, from this hayat al-dunya. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يعملون لهذا اليوم، فكانوا يصومون الأيام الحارة وكانوا يقومون بالليل، ثم مع ذلك كانوا يخافون أن لا يتقبل الله منهم. And the companions رضي الله تعالى عنهم, they prepared themselves by praying at night, قيام الليل, and they will fast during the most heated days. And on top of that, they would be crying, fearing that if Allah subhanahu wa ta'ala do not accept the actions from them. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال بأنه لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قيل ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتقبل الله برحمته. فدخول الجنة هو من رحمة الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك نحن يجب علينا أن نعمل لهذا اليوم وأن نحضر له وأن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا هذه الأعمال وأن يدخلنا في جنته برحمته. He said the Prophet sallallahu alaihi wasallam have said that, which means no one will be admitted to Jannah because as a result of their actions. He was asked, not even you, O Messenger of Allah. He said, not even me, except Allah, unless Allah subhanahu wa ta'ala accept from me. So he's saying that we need to prepare ourselves for the day of judgment, and we should also ask Allah subhanahu wa ta'ala to accept our deeds and our actions. وَالْإِيمَانُ دَرَجَاتٌ كَمَا أَنَّ الْجَنَّةَ أَيْضًا دَرَجَاتٌ. And the iman are ranks, just like Jannah, which is ranks. وَإِنَّ كَمَا فِي الْحَدِيثِ وَإِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ لَيَتَرَاءَوْنَ الْغُرَفَ مِنْ فَوْقِهِمْ كما يتراءى أهل الأرض الكوكب الدري في السماء لتباعد ما بينهم. And he said the people in Jannah, they will see rooms far away above them, just like how the people in dunya see the stars in the sky, and that is because of the distance in between them. نعم. والتركيز في هذه الأعمال يجب أن يكون على أعمال القلب. أن تكون الأعمال يشترط فيها شرطان: أن تكون خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، وأن تكون موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. And these actions are the actions of the heart. And this is the actions of the heart. These actions are the actions of the heart. And he said these actions have to meet two criteria. The first criteria, which is sincerity to Allah Azza wa Jal. And the second action is it has to be in line with the sunnah of the Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم. وتؤمن بالقدر خيره وشره، هذا هو الشرط الأخير من شروط الإيمان، أن تؤمن بقدر الله سبحانه وتعالى خيره وشره. And also to believe in the qadr, the predestined matters, whether it is good, whether it is evil, from as it is from Allah سبحانه وتعالى. فتعلم أن كل ما أصابك في هذه الحياة الدنيا هو بقدر الله سبحانه وتعالى. So then you become certain that whatever afflicts you in this world, it is because of the qadr, the predestined matters that have been predestined for you by Allah subhanahu wa ta'ala. فيجب عليك أن تكون راضيا عن الله سبحانه وتعالى فيما يصيبك من المصائب وفيما يصيبك من أمور الخير وأمور الشر. So it is imperative upon every one of us then to be satisfied and content with whatever happened to us from Allah subhanahu wa ta'ala, whether it is good, whether it is bad. لأننا لا ندري ما الله سبحانه وتعالى صانع بنا، ولا ندري ما نراه خيرا، هل هو في الحقيقة خير أو هو شر لنا. Because we do not know what Allah subhanahu wa ta'ala is going to do to us on the day of judgments, and also we do not know whether what we see from good, it will apparently be good at the end or not. فالله يبتلينا بالخير وبالشر، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. And Allah subhanahu wa ta'ala will afflict us with good and with bad.
فقد يبتلينا ببعض المصائب في هذه الحياة الدنيا لينظر هل نصبر عليها أم لا نصبر. And okay, sometimes he subhanahu wa ta'ala may afflict us with some difficulties to test us whether we'll be patient, whether we will not. وقد يكون البلاء على وجه الخير، فهذه الأمور بعضها ابتلاءات، فما يصيب الإنسان من ما يجده الإنسان من الخيرات ومن الملذات في هذه قد يكون ابتلاء له. And sometimes the test that Allah subhanahu wa ta'ala that will afflict us, it can be that which is we see as being good. So sometimes the maladhat, the satisfaction, the entertainment that we get in our lives that we see as being good, it could be as a form of a test and without us knowing the reality of it. قال تعالى هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فنحن هنا في دار الابتلاء، كل ما نعيشه في هذه الحياة هو من الابتلاءات، فيجب علينا أن نؤمن بقدر الله تعالى وأن نصبر على الخير وعلى الشر. And Allah subhanahu wa ta'ala have said in the Quran, which means that He created al-haya, which is life, and al-maut, which is death, to test us or to see who is going to be best in actions. ولكن من حسن أدبنا مع الله سبحانه وتعالى أن ننسب له الخير إلى الله سبحانه وتعالى وأن نعلم أن الشر إنما هو من عند أنفسنا. And one of the etiquettes with Allah Azza wa Jal is that we should relate all good to Him and then relate all bad to ourselves. ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. Whatever حسنة or good that you have been afflicted with, it is from Allah Azza wa Jal. And whatever evil that you have been afflicted with, it is from yourself. إذن فإذا استكمل الإنسان هذه الخطوات، خطوات الإيمان الخمسة، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره ستة، فإن شاء الله أنت تكون من المؤمنين. So if a person implements and comprehends the six pillars of Iman and he fulfills them and implements them, then inshallah he will be among the mu'mineen, the believers. ثم بعد ذلك سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة، وسبب سؤاله عن الساعة هو أن هذه الأعمال وهذا الإسلام وهذا الإيمان أنه سيجازى عليه الناس يوم القيامة، فقال له كأنه قال له متى الساعة التي سيجازى فيها كل إنسان على عمله. And when Jibril alayhi salam then asked the Prophet sallallahu alayhi wasallam about the hour, as if he is trying to tell him that the people who are Muslims and who believe in Allah Azza wa Jal, so they work hard in this world, so he is trying to ask, as if he's asking him, and when will the reward be for these people? And he's asked, that's why he asked him about the signs of the day of judgment. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ فقال فأخبرني عن أماراتها، فأعطاه بعض الأمارات التي هي أصبحت الآن متحققة، كمثل قوله أن تلد الأمة ربتها، أي الأمة التي تتزوج فتصبح أما لسيدتها. And then the Prophet صلى الله عليه وسلم replied to Jibril عليه السلام when he asked him about the hour. He said, the one who's being questioned does not know more than the one who is questioning, because he realized that this was Jibril عليه السلام. And then Jibril عليه السلام then started giving him some of the signs of the hour, starting with a woman who would give birth to her master. And that is either because of that woman or that mistress is a woman who is a slave, and then she would give birth to a son who will be her master, because the son will grow up or will be born as a free person. وكذلك أن ترى الناس الذين عرفوا بالفقر ولا يملكون شيئا يصبحون فجأة أغنياء ويبنون ويتفاخرون بالعمارات وبالأبنية الشاهقة التي لا يسكنونها. And also to see those who are barefooted or the poor people whom we know or we have seen or recognize them as being poor, and then subhanallah all of a sudden they start building skyscrapers and then race and compete with one another. وكذلك الساعة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن قربها في قوله بعثت أنا والساعة كهاتين. النبي صلى الله عليه وسلم
هو نبي آخر الزمان وبعث قبيل الساعة، فقال بعثت أنا والساعة كهاتين. وقال تعالى وما يدريك لعل الساعة قريب، وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. And in the hour that the Jibreel alayhi salam is speaking about, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, he said, I was born me in the hour like this. And he also, Allah subhanahu wa ta'ala, instructed the Prophet sallallahu alayhi wa sallam and informed the Prophet sallallahu alayhi wa sallam that you do not know when the hour is, it could be any time sooner. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب من يسأله عن الساعة بأن يقول له وما أعددت لها. And the Prophet صلى الله عليه وسلم would ask the companion, what have you prepared yourself for the day of judgment? هذا هو السؤال الأساسي الذي ينبغي أن يسأل كل واحد منا نفسه، ماذا أعددنا للساعة وماذا قدمنا لها؟ And this is the question that everyone should ask themselves, is what have we prepared for the hour? فنحمد الله سبحانه وتعالى على أن جعلنا من المسلمين وأن وفقنا للإيمان به وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ما نواجهه وأن يحفظ علينا ديننا وأن يحفظ أمتنا. And then he said that we should thank Allah subhanahu wa ta'ala and be grateful to Allah subhanahu wa ta'ala for giving us the honor and the ability to recognize him and to believe in him and in the angels and the prophets and all the pillars of the iman. And may he subhanahu wa ta'ala guide us to that which he loves most. فهذه منة عظيمة امتن الله سبحانه وتعالى علينا بها بأن جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ومن المؤمنين به، فقد صرف عن الإيمان به كثيرا من الناس. قال تعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. And this is one of the greatest blessings that Allah subhanahu wa ta'ala has given us, the blessings of recognizing Allah and following the sunnah of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, because Allah subhanahu wa ta'ala has diverted many people from believing in Allah and in the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. فعليكم بكتاب الله سبحانه وتعالى فاصحبوه في ليلكم وفي نهاركم وفي جميع أوقاتكم، فهو الهادي إلى سواء السبيل وهو الرفيق، ونسأل الله أن يجعله رفيقا لنا في القبر وفي الصراط وفي الجنة إن شاء الله تعالى. He is advising us to treat the book of Allah Azza wa Jal as the source of our guidance and to hold tight to it, because it is the path to Allah subhanahu wa ta'ala. And he's saying he asked Allah subhanahu wa ta'ala to make the book of Allah Azza wa Jal as a source of guidance for us. وكذلك علينا أن نتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد حذرنا من أقوام يأتون في آخر الزمان يرفضون سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون بيننا وبينكم كتاب الله، ما وجدنا فيه من حرام حرمناه وما وجدنا فيه من حلال أحللناه، ألا إن ما حرم الله مثل ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. And he said that we should clench tight and hold tight to the sunnah of the Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم, and not to be among those who only calls to the Quran and say whatever the Quran has forbid, we will stay away from it, and whatever the Quran has instructed us to do, we will do it. He said, whatever the Prophet صلى الله عليه وسلم have prohibited, then it is indeed have been prohibited by Allah subhanahu wa ta'ala. فالسنة هي وحي من الله سبحانه وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله فيه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. And the sunnah is also a revelation from Allah subhanahu wa ta'ala to send to the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. And when the Prophet sallallahu alayhi wa sallam speaks, he speaks with divine revelation and guidance from Allah subhanahu wa ta'ala. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.